جديد في كابونيستا، مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى للثمانية كما قلنا باش نحكيو على الرابطة المحترفة للثانية. ونادي منزل أبو زلفة تعادل خارج القواعد، يقول القائل تعادل مع أمل جربة في جربة، نقطة إيجابية، لكن حسب معطيات المباراة ومجريات المباراة واللي صار في المباراة، خلينا نقولوا النادي الرياضي بمنزل أبو زلفة خسر زوز نقاط حميدة البارح، ومام حتى تفرجنا في الملخص النادي منزل بوزلفة كان قريب برشا من الانتصار، كان قادر ضرب الجزاء، ومام حتى سمعت تصريح للكلبوسي بن فرج اللي هو البارح كان على رأس الفريق بعد إقالة أو استقالة الله أعلم المدرب صبري جبلة بعد هزيمته ضد أمل حمام سوسة. هاو نعطيو النتائج الكاملة قبل ما نمشيو نحكيو شوية على منزل بوزلفة. حمايدة أمل حمام سوسة البارح تعادل مع قوف مع مستقبل المرسى 1-1، جندوب الرياضي ينهزم فوق ميدان وزير الجمعية جربة 2-1، مستقبل وادي الليل خارج الميدان يفوز على الملعب الصفاقسي 2-0، 0-0 بين أمل جربة ونادي منزل بوزلفة. قوف القفصة اليوم يفوز على مستقبل القصرين 2-1، ومستقبل الرجيش يفوز على الملعب الجيبسي 3-0. دونك في الصدارة القوافل ب 30 نقطة، الرجيش في المركز الثاني ب 26 بعد الملعب الجيبسي ب 20 نقطة، جمعية جربة ب 19 نقطة، مستقبل وادي الليل 18، جندوبة الرياضية 17، نادي منزل بوزلفة 17. وريت علاش حكينا على زوز نقاط المهدورة، سينو نلقاو نادي منزل بوزلفة ب 19 نقطة في المركز الرابع وممكن يطمئن بصفة كبيرة شوي على البقاء نتاعو في الرابطة المحترفة الثانية، بعد أمل جربة ب 15، أمل حمام سوسة زاد 15، مستقبل المرسى في المركز العاشر ب 13 نقطة، الملعب الصفاقسي 11 أو 10 نقاط في المركز 11، ومستقبل القصرين في المركز الأخير ب 8 نقاط، مع أنه كان نحسبوا نعملوا حسابات الفرق اللي باش تنزل ممكن باش تكون الحوار محصور بين مستقبل المرسى الملعب الصفاقسي مستقبل القاسرين. 17 نقطة تعتبر إيجابية نوعا ما بالنسبة لنادي منزل بوزلفة، لكن ديما الحذر يبقى واجب. حمايدة كي تفرش الملخص تاع مباراة نادي منزل بوزلفة، وسمعت حتى تصريح الكلبوسي بن فرج يظهر لي البارح ضيع زوز نقاط مهمة نادي منزل بوزلفة. قبل ما نرجع للمباراة أمين، نحب ربي ملاحظة صغيرة، ونحب نوجه الملاحظة هذه لمسؤولي النادي الرياضي المنزل. هو راهو اليوم موسم رياضي، معناها هاك تشوف موسم رياضي مش طويل يعني يبدا وتسمع به وفاء، ونادي رياضي منزل بوزلفة معناها اشرفوا على حظوظه 4 مدربين، وديما في كل مرحله فما مدرب مساعد يامن المرحله الانتقاليه كل مره. وللتاريخ المدرب المساعد هذاك البوسي بن فرج كي نرجعوا لشريط المباريات الكل قاو عمل ديما نتائج ايجابيه، ينتصر يتعادل وخارج الميدان ديما خارج الميدان مشى الجندوب عمل تعادل في تامين زاد كذلك مرحله انتقاليه من مدرب مدرب رياضي تعادل وثم هاو في مباراه كما هذه عمل تعادل ولا وقريب من الانتصار. بربي بربي يا مسؤولين منزل بوزلفة انا نقول لكم يكفيكم من الاسماء الرنانه، يزي راهو فما برشا اسماء في عالم التدريب تضرب اسم تاع ملاعب كبير ولا قديم وعنده تاريخ وكذا، راهو التمرين حاجة أخرى. التمرين مش أنسيان جوار لعب كورة كوارجي، لا التمرين راهو تجربة، التمرين راهو كاريزما، التمرين راهو نتائج أحببت أم كرهت. ما تنجمش تريني فما مدربين ما بين ظفرين فاشلين، ولهذا إذا كان تفكروا أنه تخلوا الكلبوسي بن فرج على رأس الفريق وفكروا منيح زادة كذلك، فكروا منيح شوفوا شنو معناها الحاجات اللي معناها وزيدوا يزموا تقفوا معاه المدرب هذا خاطر ابن الفريق وفي حاجة إلى إحاطة وفي حاجة أنه مسؤولين يقفوا معاه. وإلا كان تفكروا في مش جيبوا مدرب، جيبوا مدرب عنده تجربة. ما تلاش أنه الكلبوسي بن فرج البوست متاعه مساعد مدرب، خاطر زاد مساعد مدرب مهنة وعندها قايب واجبه كما يجب. ليه معناها ما تشوفش أنه كان مش يولي مدرب ممكن اللي صار واللي عملوا الكل في الفترات الانتقالية الكل نجم يتيح في الماء مع هزيمة الله يقدر عثرة للنادي المنزلي، مسؤولية كبيرة ممكن نجم تكون الكلبوسي بن فرج خاصة كتجربة باش يكون مدرب أول في رابطة محترفة ثانية، ممكن تنجم كما ينجم يطلع كما تنجم تكسر مدرب زاد الحكاية هذه. حميد والله يشوف نقول لك إذا كان تفكر في اللي هو كالمدرب في حد ذاته كلبوسي بن فرج يزمه يبدأ خوض هالتجربة هذه، خاطر اشوف ما لازم تقعد التالي ومعناها ومتستر ومتخبي وتعمل في الخدمه انت الكل
وفي النهايه يجني ثمار المدرب الاول او معناتها في حاله لها في صوره الهزيمه تولي انت مشارك في الهزيمه. انا ناخو انا في مكان كالبوسي بن فرج نقدم وناخذ المسؤوليه على عاتقي ونتحلى بروح العمل وبروح كذا ونحاول انه معناتها نعمل نتائج ايجابيه والى حد الان قايم بنتائج ايجابيه عليه. هو نتائج ايجابيه للامانه فماش علاش باش ما ياخذش هو الفريق. هو بطبيعه حاجه احتمال وحيد انه ربما الشهاده اللي عنده كالبوسي بن فرج ما تسمحلوش يكون مدرب اول. هو معين شعباني مش مدرب اول في الترجي. فما اساليب اخرى فما اساليب اخرى ونعرفوها الناس الكل. نجم يكون موجود فما مدرب شهاده ومدرب هو اللي كيما اللي مصير اكثرش من هذا فيما يخص معناها في العام. تو نرجعوا للمباراه. احنا المباراه كما قلت لك شاهدنا الملخص والمباراه مزب بوزلفة باش ما نقولش انه كان في طريق مفتوح. يعني في حتى من نقص العدد اللي مبكر كان الشوط الاول صار اقصاء لاعب المدافع نتاع أمل جربة دونك دقيقتين لعب معناها كان اي وتفتحت المساحات وكثرت المساحات ولاعبين من بوزلفة لقاو رواحهم في عديد من المرات امام المرمى يعني وفي فرص يعني سانحه التسجيل. كانوا نجموا لو انه الفريق تحلى شويه بتركيز واكثر معناتها حضور ذهني كان ينجم معناتها يروح بثلاثة نقاط وتوفرت له ضربة جزاء يعني حتى ضربة جزاء تم إهدارها. أنا نشوف أنه ربما على المستوى الذهني الفريق ما كانش جاهز كما يجب وكانش متحضر للسيناريوهات هذية. شنو هي السيناريوهات؟ أنه تنجم تبدأ لقاء تلعب مع فريق كان يلعب 11 ولا يلعب 10 هذا السيناريو من السيناريوهات. لا استغلوا السيناريوهات. إيه ما نحكي لك أنا طلع حميد ممكن ما نوقفكش في حاجة ذهنيا. أنا حسيت أنه الكربوسي بن فرج حظ الفريق مليح ذهنيا على الفوليوم نتاع اللعب اللي شفناه، شفنا فوليوم كبير نتاع لعب ولعب مقابلة لعب ممتاز برشا الكرة على التجسيم راهو التجسيم راهو تبقى اللمسة الأخيرة وهذا اللي باش نسألك عليه اسكو يفتقد المهاجم بالنسبة لمنزل بوزلفة بالذات منذ حتى كان موجود معاهم المسعدي وموجود معاهم عندهم مشكل حتى ما زياد من عمارة في بداية الموسم كان نتذكره في بداية الموسم ما زياد من عمارة كان فهم مشكل زاد بدني الفريق ما كانش جاهز بدنيا وتذكروا منيح انه في الدقائق الاخيره كما قلت قاعد يقبل بون على المستوى الذهني البدني تحسنت الامور الفريق تحسن لكن قاعد ديما مشكل تجسيم راهو مشكل تجسيم ما يتصلح كان يكون عندك جوارات دبور عندهم اكل فلير نتاع التماركيه لازم يكون عندك ديزا تاكو ما يدهمش نوافقك انا في الحكايه هذيا نادي منزل بوزلفه في 13 جوله نحكيو سجل 9 قبل 8 أنا في 13 جولة سجل 9 سجل 9 دفاعيا ممتاز أفضل خط أفضل خط دفاع مع قوافل في القفص المتصدر لكن هجوميا أسوأ خط هجوم صحبة الملعب الجيبسي وأمل جربة بالضبط معناها عنده مشكل في الهجوم عنده أحسن خط دفاع وأسوأ خط هجوم عنده مشكل في الهجوم وهذا يخليك في الوسط خليك في الوسط خاطر عندك دفاع خاطر دفاع باهي وديما نرجعوا ونقولوا الفريق اللي عنده دفاع ممتاز هو اللي معناتها ينجم يجاري موسم كامل معناها في ظروف خلينا نقولوا معناها باهيه ظروف مش خايبه لو انه يدعم خط الهجوم تاعو تسجيل الاهداف خاطر اليوم هاكا دعم معناها اليوم جيك حتى ضربه جزاء ما تنجمش تسجلها ضربه جزاء دونك انا نمشي حاجه اخرى ماكش مستانس بالشبكه نقول لك حاجه مش مستانس بالشبكه من ناحيه وهنا الكلبوسي هو اللي يعرف اسكو الفريق يتدرب على ضربات الجزاء خاطر راهو شوف ريت ضربة الجزاء من بين الحاجات اللي يلزم فريق في الرابطة الثانية وحتى في كل الرابطات يلزم هذه المدرب يخص لها وقت مشكلة لما يعمل ماتش دابليكاسيون تطيح بلانتي يقول له فلان الشوت ولا انت لا يلزم في اخر سيونس دونترمون نعمل ساعة بلانتي ثلاثة كل مرة يعيد ثلاثة أربعة ملاعبية يشوطوا لي ضربة جزاء تحس انه حمزة زكار ماهوش اختصاصي ممكن ينجم يكون ممكن هو الأقل مش قاعد يشوت حمزة زكار فتاتر في اللحظه هذيك امين راهو احنا ما ريناش المباراه راهو فما ملاعبيه يقول لك ما نشوتش يرى تثقل عليه ممكن حمزه كان في المسؤوليه كلاعب خبره شيشات التنفيذ كان سيء للامانه شفتها ضربه في وسط في وسط الكاج لكن ما يتلامش على حمزه زكار خاطر حمزه زكار هو عنصر دفاعي و
الدفاع نتاع منزل بوزلفة احسن خط دفاع معناها ممكن كمردود وكذا. كان نجم اسامة العلوي من عاش علاش ما شاتش هو اسامة هذه اختيارات تبقى اختيار ما زلنا نحترموه زاد ونجم يكون كما قلت انت حميدة فما جوارات في الوقت هذاك تقول لك انا نخرج من المسؤولية تحمل مسؤوليته حمزة الزكار صحيح ما نجحش لكن ما نجموش نلوموا عليه برشا على كل دونك النادي الرياضي بمنزل بوزلفة في وسط الترتيب بالضبط في المركز السابع صاحب الجندوبة الرياضية ب 17 نقطة دونك ما زالت برشا مباريات نحكيه على جولة الثانية إياب ما زالت تسعة مباريات كاملة لنهاية الموسم وأكيد زاد أنه تحسين الترتيب في الجولات القادمة مش ما تخليش لروحك الغصرة آخر الجولات ونعرفوا مفاجآت الرابطة محترفة الثانية عديدة وعديدة جدا يعني ياما فرق كانت متواجدة في أعلى الترتيب ثم تكمل الموسم الرياضي في الرابطة الثالثة شكون مش هتلعب من البول هذي؟ البول هذي القوافل قوافل القفصة قوافل القفصة اللي هي المرشح الأكبر المرشح الأكبر مع ملعبية أنا أمانة معناها شفت التشكيلة متاع قوافل القفصة الملعبية اللي موجودين متاع ناسيونال ناسيونال معناها فما برشا فلوس مصروفة في القفصة وغابت عن ناسيونال وغابت عن ناسيونال فترة غايبة دونك والمتوقع أنا رأي شخص اثنين نقول قفصة وباجم وباجة حتى باجة توحشناها كذلك توحشناها في الناسيونال لا وهم عندهم ميم ليزانفراستركتور بتاعهم مين راهو عندهم تيلانات ممتازة حتى الدير نيرمون تم معناها زيارة الملاعب هذيا دعمهم ودعمهم كما زاد شفنا ملعب المتلوي اللي للأمانة اليوم شفت البارح شفت من الصحفيين من طراز عالي في ملعب المتلوي كل معناها كل وسيلة إعلامية عندها المكان المخصص نتاعها إيزولي بالبلار على الجماهير معناها البارح شفنا منصة صحفيين محترمة جدا في ملعب المتلوي نفس المنصة مش في موجودة في قفصة في باجة في انتظار زيارة للسيد وديع الجرير للوطن القبلي أو مرة أخرى نوصلوا لكم ميساج حتى الوطن القبلي راه فيه كيبات تلعب كرة قدم ومستحقة أنها تتحسن الملاعب نتاعها دونك نادي منزل بوزلفة نتمناو انه يضمن بقاو في رابطه المحترفه الثانيه نجموا يخلطوا عليه زوز فرق من الوطن القبلي نحكيو على النادي القربي النجم الخليدي اللي باش نحكيو عليهم بعد شويه في رابطه الهوات مستوى اول كالعاده